دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباحية الخير أبراج، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم. أول أخبارنا اليومية نبدأوها مع برج الحمل، لفضلك شوية تفاؤل على برشا نشاط حيوية وخلي نهارك يكون إيجابي. الثور هي أيامات نحكيو على نهارات الخير باش تكون في الطريق بأخبارها واتصالاتها. الجوزاء فما نجاحات على فرحة على برشا سعادة تنور حياتكم. والسرطان الحمد لله تأثيرات إيجابية والظروف المهنية أفضل ما يكون. الأسد خليك واضح ورد بالك، لا تتردد في أخذ قرار يخص وضعيتك العاطفية. العذراء راك باش تعيش السعادة، راهو نهار ممتاز، الفرص بين يديك، حاول تستغلها يفضلك. الميزان راك باش تعيش استقرار، أيامات الخير مستحيل كان باش تبطى. والعقرب هو اللي الفترة هذه مش مرتاح، أما بالوقت كل شيء يداوى ويتصلح. القوس الحمد لله على هالحال، شوية نشاط حيوية والأكيد الأخبار الإيجابية باش تكون بين يديكم. الجدي فما علاقة جديدة ترى نور، راك باش تصحح مسار والحمد لله فما نجاحات. الدلو انت المطالب بإتمام بعض المهام، ما نحبكش تتغشش ومن غير ستريس على خاطر كل شيء يتحل. ونختموا مع حوتنا فما نجاحات على زغروتة تملى عليكم الدار، هي الفترة الجاية باش تكون الأخبار الإيجابية، ممكن هوني نحكيو على خطوبة. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.